خاص مع هذا الوباء اش نقول لك، كاين تبدلات الوقت ماشي بحال رمضان اللي فات. رمضان اللي فات كانت الحريه، الناس كانت تخرج تقدا التمر تقدا كل شيء. هذا العام قليل الناس اللي جات قلال، يعني جينا هنا. المهم الله يجعل البركه، المهم الله يحد اللباس وصافي. هذا الشيء اللي كاين سي نورمال، الضر سي نورمال من جهه السلعه. كاين اللي عنده ستوك، كاين اللي داير ستوك باغي يبيع ويشري، ما باقي عنده ستوك ديال السلع. لقاش الناس ما كيجيوش، كاين مع البراجات كيجي الناس. كاين اللي كيجي من سباته ولا هذيك كيهبط لضربه وما كيقول لها رجع فين غادي. المهم مزيان، المهم مزيان هذا الشيء مزيان، وكنتمناو ان شاء الله ترجع الايام كما كانت. التجار بحال اللي عنده كما قلت لك في الاول، بحال اللي عنده ستوك، اللي عنده التمر فهمتي ديال هذا العام. لحقاش التمر كيجي كيخرج كل عام، يعني الا بقى عندك ستوك هادي يبقى لك حتى العام الجاي ولا هادي ما يمكنش فهمتي. اضطر خساره هادي، لحقاش العام الجاي عاوتاني يجي تمر اخر، يجي سلعه جديده عاوتاني.